تعود التجمع والسفر اليومي رغم مشاق الطريق الطويل وتبادل أدوار المبيت والبقاء في اعتصامهم المفتوح أمام مصفى الديواني النفطي من أجل الضغط على الحكومة علها تجد حلا لتعيين مهندسين خريجين منذ سنوات طويلة وفي اختصاصات متعددة ومهمة وبألقاب علمية مختلفة. منهم من تحدث عن ممارسته العمل في شركات أهلية وجد فيها جنسيات مختلفة في العمل، لكن لا وجود للمهندس العراقي الذي يبقى أسير البطالة والبحث المستمر عن فرصة للتعيين. اشتغلت بعدة شركات أجنبية لأنه مثل ما تعرف التعيين فشيء مستحيل وحلم. خلال عملي بالشركات طبعا لقيت هواي عمالة أجنبية، كلش هواي متوفرة، تلقى اللبناني، تلقى الإيراني، تلقى التركي، الهندي، من مختلف الجنسيات، بينما المهندس العراقي ما محصل لا عمل لا فرصة عمل لا وظيفة. ليش؟ شنو السبب يعني؟ بس اريد نعرف. آخرون استغربوا أن يتم الاعتداء عليهم وتفرقتهم بالقوة من أجل فض اعتصامهم في وقت لم يطالبوا بأكثر من حقهم المشروع. احنا هواي تعرضنا للاعتداءات وهواي تعرضنا للتهديدات من قبل اشخاص مجهولين، قطعوا علينا الطريق، يعني احتاروا شو يسوون ويانا، قطعوا علينا الطريق واللي اعتدوا علينا هنا قدام المصفى، وانا من ضمنهم اللي اعتدوا عليه، واشخاص يعني ما نعرفهم ويجون ملثمين ويعتدون علينا بسبب شنو ما نعرف. ولم تجد هذه الخريجة إلا التأسي وتوجيه سؤالها لمن جعلها مع زميلاتها تقطع مسافة 25 كيلومتر حتى تصل مركبة تعود بها إلى ديارها. أنا بس أريد أقول غيرة ما عندكم أنه تخلون بنية تطلع بالخمسة الفجر وتقطعون عليهم الطريق وتخلوها تمشي مسافة 25 كيلومتر ويمنعون السيارات أنه تصعدنا. ليش؟ بحجة أنه أنتم ما أعرف يقولون مو عراقيين، لأنه طالب بالتعيين. إحنا عددنا 345 أو 350، يعني ما معقولة العراق ما بي 350 درجة وظيفية. وبقينا نحاول التقرب أكثر منهم لفسح المجال لهم بإيصال صوتهم ومظلوميتهم. البنات جاي يتعبون هواية، يعني يطلعون من 5 للـ4 العصر، اللي عندها طفل واللي حامل واللي ما تقدر واللي جاي أمها، والله جاي تكسر خاطر الأمهات والشياب اللي يجون مكان بناتهم وأولادهم، يعني خطية بالبرد والحر. سمعنا أكو درجات واسطة للمصفى، اعتصامنا هنا لا يقل عن شهر صار له، للأسف الشديد لحد الآن لا مسؤول إجانا، لا محافظ إجانا، لا قائم مقام الشنافية إجانا، الحماية غير متوفرة لكافة المعتصمين، علما المبيت مستمر. ويؤكد المهندسون بأن اعتصامهم ينتهي متى انتبهت الحكومة لحرمانهم من التنعم بمستقبل يعوض سنوات الدراسة الصعبة أو على الأقل تخفف من أعدادهم المتزايدة سنويا. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.